ناس بزاف طرحوا عليا السؤال، قالوا لي وشي هو الاقدام البيضاء؟ الاقدام البيضاء كسرنا راسنا بالاقدام البيضاء، ما نشوفوش في الاقدام البيضاء. القاعده لي بي بلون سو ني با ان كومبلو ريالمون، سي جوست. واش صرا؟ صرا ان باساج من لو كولونياليزم، من الاستعمار بيور اي دور، فير سكون ابل الاستعمار سوفت، يعني لو نيو كولونياليزم، يعني تواجد مستعمرين في الجزائر هما اللي يسيروا في الامورات من وراء الستار، هما اللي يسيروا في كل الاوضاع، ومدايرين بيان سور القايد والبشاغه. صافي دير كوا؟ صافي دير اللي حاكم الجزائر حاليا هما الاقدام البيضاء. شكون القايد والبشاغه؟ هما تبون وليطا ماجور والعسكر. الضحيه شكون هي؟ الشعب الجزائري. كاين ناس قال لك ها العسكر اللي يحكم. جماعه كون جا العسكر اللي يحكم كيفاه؟ جنرال ماجور حاكم المخابرات ينحيه في 24 ساعه يحطه في الحبس. واش من بلاد شتو هاد فيها هذه؟ يفو ان بو ريفليشير ميسيو. دونك حنا البشاغه والقايد وش هي؟ حابين نقول لكم بلي نفس الاوضاع تاع الجزائر اللي تعيشها حاليا ثوره 22 فيفري هي نفس الاوضاع ثوره الشعب الجزائري لو 8 45. فيما معناه لو 8 45 الشعب ناض، كانت حركة وطنية، وحنا درك يقولوا الحراك. الوقت هذاك ثاني كانت حاجة اسمها الحركة الوطنية. كان المستعمر الكولون لومبلو اوفيسيالمون هاز السلاح وعنده العسكر متواجد في الجزائر، وكان الشعب الضحية كي العادة. نفس الوضع رانا فيه، عندنا حراك دون قيادة سياسية، وحتى من الحركات السياسية المتواجدة في الجزائر حركة خائنة على كل حال، ومتعاملة مع النظام بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. تو لي كورون بوليتيك اكزيستون اون الجيري سي دي كورون كي سون طالي او بوفوار دو مانيير ديريكت وان ديريكت. عندنا ثاني كيما هذاك الوقت، كيما هذاك الوقت جمعية العلماء المسلمين، يعني تعتبر الحركة نوعا ما الإسلاموية هذاك الوقت، كانت حركة متواطئة تحوس على بلاصتها باش ما نكذبوش. حركة الإخوة، حركة العلماء المسلمين ما كان عندها حتى دور في الثورة المسلحة. داير كون سمحنا لها كون الدرك رانا بالك فرانسيس وفيف جان دارك. بref التاريخ دوكا ما خلصنا من الكذب تاع التاريخ. عبد الحميد سي تان كرون طوم ربي يرحمه البشير، مي في الدومين نتاعهم، مي لا بوليتيك خطيتهم. سي فري ايزون ايسيي دو فورمي، باسكو علاش؟ ايزون ايسيي دو فورمي، مي بالنسبة لهم الوقت مازال. دونك رانا في لو ميم شيما حاليا. دركا سمعت انا اون افوكات تاع لافافاس بيان سور، من قبل جو لا ريسبكتي بوكو سات دام، ابري لا ديرنيير ديكلاراسيون تاعها جي كومبري كو ال ايتي بوليتيسيان، هي تاني راهي في اللعبه السياسيه باس قربوا الانتخابات والتشريعيات اكسترا، دونك الي طون تران دو كالمي لو جو بور لو كونت دو بوفوار. بابل الجيريان تو لي بوليتيكار كو فو فوايي، surtout ceux qui s'expriment à partir de l'Algérie, principalement. C'est des menteurs, kdabin. Parce que s'ils leur présentaient le moindre danger à le pouvoir, ils pourraient les tuer. Et même d'autres politiciens, alors on peut les incarcérer parce qu'ils ont le pouvoir qui tout double. Ils ont poussé le bouchon trop loin. انا جو نيو كان انتري بوليتيك سي بوركوا الكذب ما نتعاملش به خلاص. دونك لا دام لافوكات غادي نقول لها بون اي فو با ترومبي لو بوبل مدام، ما تقولي لهمش تمدوا الفرصه للنظام، مادام يمدوا فرصه للنظام راكي معترفه به انه نظام وما تعرفيه بانه نظام، لانك انت ما زلتي توقفي في المحكمه زعما تدافعوا على المساجين. دافع وين؟ في دولة قانون، في قانون يحترم، أو في دولة ما فيهاش قانون والقاضي فيها يمشي بالتليفون؟ تلموا في الغاشي باش تجيبوا بلاصتكم التشيبا نتاعكم مع الدولة هذه، باش تديو بلايص مكانة أوسع في البرلمان. وهنا نوجه خطاب تري سيريو تري كلار لي ميليتون دو لا كابيلي، لي فري ميليتون، سو كي فول اتر فيفر دي زوم ليبر. Le FFS et le RCD, c'est des fonds de commerce. Ils font du business sur la niche qu'ils appellent la niche politique interne, notre territoire.
En fait, c'est ça. Chauffe-vous, les mosquées fil Jazeer, c'est des fonds de commerce. L'AIMA, bien ça. Les politiques, bien ça. Hadou li charko fi femhom, ou me benou chouk sah, bien ça. Tout ce bastard. Hadou gah, 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 gah. Gah, khorti. Peuple algérien, réveille-toi. Fais émerger une nouvelle classe politique. Lazem tkharjou tabaka siyasiya jdida, nab'a min al-matlab al-shi'bi. ماشي هادو طيابات الحمام ومشركين الفم وصحاب البنادر قارطون لو مونسونج. الوضع نتاع الجزائر حاليا نفس وضع ثورة الشعب في ال45. كون القيادات السياسية في ال45 تبعت الشباب اللي قال لازم الشعب يتحرر كيما فرنسا حررت نفسها من الألمان ودافعت عن نفسها كيما الإنجليز كيما الدول، حنا تاني ندافعوا. لكن لا، الحركة الوطنية رقدت الشعب. سي بوركوا لوس اي تي كريي. اي ابري لوس جاو لي جون كي فولي اون ديكودر افيك لا فرانس كولونيال. اي لو كرو اي تي كريي. اي كونت اي نا با ريوسي ا لاسومبلي، اي لا في ايمرجي لو اف ال ان كي ايتي اون نوفيل فورماسيون بوليتيك. سوف كو الله غالب الثورة تاع 54، ايل ايتي ماتور سور لو بلان دو لا فولونتي. Pour en découdre avec le colon, mais elle n'était pas mature politiquement et la preuve qu'elle l'aura en 58. Voilà. J'ai terminé pour expliquer le titre. Donc n'écoutez ni l'avocat Hadi ni Ouhdakhor. Le Hirak doit revenir et structurer. Le Covid, c'est une affaire classée dans le monde. Le Covid, c'est comme un tsunami. Il dit, il drabe, il le Covid. C'est un virus lâché dans la nature. Il peut même muter et revenir autrement. La vie ne s'arrête pas. Le combat ne s'arrête pas. Le Hirak ne s'arrête pas. Il n'est pas censé s'arrêter. Elle-même, cette avocate, ou Nes Lizi, elle m'a dit, Chabi, Smaël Mouchia, m'a dit, Smaël Tawahd. N'a pas eu force à l'Nedam. Il s'est amené le Hunf. Fait de l'Ouaba. Ma cache Ouaba. L'Nedam, il s'est amené le Hunf. Le Machab, mais couche beaucoup le Fchara. لازم تنظيم سياسي، لازم التمحور حول تنظيم سياسي، il faut s'organiser et structurer. Madame, au lieu de demander au peuple de se structurer, d'être une force politique, vous lui demandez de patienter. Il patiente à la واه. على البرلمان باش تديو بلايص. انت وصحابك تاع لافافاس. Il patiente à la واه. تشوفوا تبون كش ما يرش عليكم في لا لوا دو فينونس جديده. Il patiente à la واه. Il patiente على الفقر، على الموت، على المرض. على التهميش، على التجويع. يباسيونتي على واه، على الامل اللي راح من عند الناس. يباسيونتي على واه. يباسيونتي الراجل عاد ما يقدرش يهز عينيه قدام ولاده من الضعف، يباسيونتي على واه. ولو العائلات عايشين في الموفيسون، يباسيونتي على واه مدام. اريتي ما تبزنسو بالشعب، حبسوا شويه. مي دو فاسون ما درتوش حاجه جديده، درتو كيما اللي كانوا قبلكم في الحركه الوطنيه تو سامبلومون.